منزلين 100 خروف دفعة واحدة. لكن تقبرني، هلا بينت المصاري وبينوا اخواتك على حقيقتهم، وهي اذا ما كانوا مشترين البيكة مشترى. والله مو بعيدة. هي كلها مصاريك ومصاري ابو قعود، كانوا يشتغلوا بالبيكة ويعطوكم من الجمل ابنه، وانتوا يا حصرتي عليكم مأمنين لون ويا غافل لك الله. ايه تقبرني، على سيرة المصاري، كان بدي شوية مصاري، إذا معك عطيني هلا. وتكرم عينيك، أنا بكرة عندي بيعة مرتبة، وإن شاء الله قبل الظهر بيجي لعندك وبعطيك إياه اللي بدك إياه. إيه صحيح، قدريت إنه جابر خطب أخته لشاهر؟ إيه قدريت. هذا كله تدبير عفاف تقبرني، مشان تقهرك وتغيظك، ما بكفي كل اللي عملته فيك؟ ما فجرت هي وياهو؟ إيه تقبرني، بدي أقول لك شغلة، بس بدي منك ما تزعل مني. خير؟ يعني مشان فوتك لعندي. شبه فوتي؟ يعني انت لا لك اخي ولا لك جوزي، والناس ما قالها شغلة غير انه شو هالحكي عم قاعد، شو هالحكي؟ ايه تقبرني، ما شفت ابو عز النجار لما صار يفوت على بيت اخوه بعد ما مات اخوه، كيف الناس صارت تحكي عليه وعلى مرت اخوه اشكال الوان لحتى تجوزها وستر عليها؟ ايوه، شو الحال برأيي؟ ما بعرف، تفهم لحالك تقبرني. يوه، بس أبو عزو ما تجوز أخت مرته، لأنه مرت أخوه ما لها أخت مرته مثلك ومثل أم دياب. صحيح، هن ما كانوا أخوات، بس أبو عزو طلق مرته وتجوز مرت أخوه وحوض لأولاده مع أولاده وعاشوا أحلى عيشة. بيجوز، أنا محرم عليها يعني مثل أخوها. العمى بتاني طلق أختها وجوزها. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. العمى الباب مفتوح ولي سرنا يا مجاب، لك يا مجاب، وينك يا حرمي؟ حرمي وين خواريف؟ سرقوني الحرمية. يا باطل شو هالحكي؟ لك مشان تتركنا لحالنا نحن والخواريف، وانت ترجع بنصاص الليالي. قلت لك خلي لي اجير هون ينام ويحرس الخواريف، بس انت مارضي. لك انت ما سمعتيهم؟ ما حسيتي عليهم هن عم بيسرقوا؟ بلا حسيت. ليش ما صرختي؟ ليش ما عيطتي؟ شلون بدي عيط؟ فتوا دربست علي وعلى ولادك الباب منيح، لانه كانوا بدهم يكسروا ويهجموا علينا. يا رب يا رب، متى سرقوه؟ يعني مشي ساعة. وانت وين كنت لهلا؟ اكيد عندي هدية. لا لا، شو كنت عندها؟ ماني عندها. لا ارضي علي يا ابو. الله يرضى عليك وعلى اخواتك يا حق. عقيد، ايش كان جواد له خاطر بالبنت؟ انا ماني مستعجل على جوازها. جواد ما عنده علم بهالقصه من اصلا. يا مو، انت ومين رح تروحوا على الضيعه؟ انا وابو الضاح. يلا دعونا. الله يكون معكم ييسركم يا حق. الله معكم. الله يرضى عليكم. ايه قوم قوم.
عند اخواتك واحكي معهم، بركي بدوروا معك على الحرامي. شو؟ اللي كان يروح لعندهم بعد كل شيء صار؟ شو عليه؟ هدول بيضلوا احلى، وبعدين الطفل عمره ما بيطلع من اللحم. ايوه مشان يشمتوا فيه واقف قدامهم ذليل، ما هيك؟ لا تقبرني، اخواتك اولاد اصل وما بيعملوها بنوب. اي والله والله اخوك جابر بيفديك بروحه، ما شفت هذاك النهار شو؟ بعرف بعرف، بس لولا العمل اللي عملها. الله يلعن الشيطان. والله حليت علينا البركه يا ميت، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا ابو خليل المختار. صب القهوه يا بي. امرك يا بي. يا مختار نحن جايينك بطلب، ما بنشرب قهوتنا لتلبي طلبنا. يا ميت اهلا وسهلا، اللي جايين فيه بتروحوا فيه. تسلم، ما بدك تعرف شو طلبنا بالاول؟ قلت لك اللي جايين فيه بتروحوا فيه شو ما كان يكون. انتو طلبكم ما بينرد يا ابو وضاح، ويا ميت اهلا وسهلا. تسلم عليه مختار. تفضل عمي. الله عمر. تفضل عبيد. عيش والديات. مرحبا يا جماعة. أهلين. أهلين. شلونك أختي؟ إن شاء الله مبسوطة بالسكنة هون؟ الحمد لله. يو شو بكم؟ ليش هيك حاطين الحزم بالجرن وقاعدين؟ شو تقبرني؟ بعت الخواريف؟ خواريف انسرقوا. يو شلون انسرقوا؟ شو شلون يعني؟ سرقوا. بس ما بيصير هيك، الخواريف أماني عنكم، ما بيصير تسهوا عنهم. والمغزى؟ المغزى انه انا اولادي ما دخلنا بالسرقه، اللي راح بيروح من كيسكم. انالك ما ضل شيء، كل الخواريف انسرقوا. ايوه ومين سرقهم؟ شو بيعرفنا مين سرقهم؟ ايه ما في غيرهم، جواد وجابر. هديه، جواد وجابر مالهم حرميه؟ طلع لجح قرايب بدافع عنه. وانت شو جاي تساوي هون؟ جاي اخذ مصاري، لانه جوزك وعدني يجيب لي مصاري، ولما شفته تعوق قلت لحالي لاجي شوف شو صار معه. مصاري وما معنا والخواريف انسرقت. يلا 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 هلا روحي على بيتكم، بس يصير معنا مصاري ببعث لك اياهم. ايوه عم بتقلعيني من رزقي ورزق اولادي؟ شو حبيبتي نسياني انه نص البايكه إلنا؟ واذا ما رجعوا الخواريف بدها تصير البايكه كلها إلنا بدل الخواريف. بخاطرك انتم فضلين يا مختار. تسلم. لانه قاسم عاش بيناتكم سنين وايام، ما خليتوه ينضام ولا يحس بالغربه، فانا بحب اقول لك البنت بنتكم. يا بي شوفي يا بي، بيت عمي في جمعه بدهم يخطبوا زهريه لابنهم جمعه. اطلع لورا. امرك يا بي. شوفي مختار. لا لا ما في شيء. يا اهلا وسهلا مختار. سمعت غنوم عم بيقول لك خطبة، بقى انتو اذا بدكم تجوزوا البنت لحدا من قرايبينكم نحن بنرفع ايدنا، نحن ما بدنا نسبب لك مشاكل مع جماعتك. اي نعم اي نعم مختار، اذا كان في شيء احكي. بجميع الاحوال انت رايتك بيضة وما قصرت. شو هالحكي يا جماعة؟ اي والله وعليها جيرة الله، لو بيطلع اخي من قبره وبيطلبها لابنه ما بدي عنكم. انتو شو عم تحكوا؟ الله محيي اصلك. الله يديم عزك يا رب. شرف مختار. يا حياك يا كريم. لا والله ما بتروحوا اليوم. مش وانا بعيد. يرضى عليك مختار، ذبيحتكم عنا اذا ما بدكم تضلوا عنا ثلاث ايام حسب العوائل. بدنا نأسركم ونخليكم عنا لبكره. بس يا مختار يعني. اول بالك يا مختار، الله يخلي لي اياك. انا عزمت لانه كباريه اهل الضيعه على العشاء وعلى السهره، بدنا نسهر سوا بمعيدكم ونتبارك فيك مختار. الله يخلي لي. الله تعذرنا مختار. قاطعه بدتي، لا تحاول. شرفوا شرفوا. يا اله الا الله. يا اهلا وسهلا ومرحبا يا كريم. يا ميت اهلا وسهلا. اطلبوا سيدك ابن عمي، اطلبوا سيدك. ساعديني هدية، هي لعبت بعقلاتي وخلتني اشهد معها. الله لا يوفقك انت واختك، الله لا يوفقكم. لك يعني عفاف طاهرة وبرية. اي والله طاهرة وبرية، اطهر مني ومن هدية. يا باطل يا باطل، كان بدكم يعني انت العفاف وهي بريئة؟ لا والله والله ما كان بدي اياك تاذيها، بس
انا ما طلع بايدي شيء. والله والله انا مستاهل الذبح. خذ ذبحني يا واطا. كون قاعد. ليش كانت بدها يعني يذبحها لعفاف؟ ليش؟ لانه عفاف سمعت الحديث يلي دار بين جابر وبين ام قاعد بهذيك الليله، مشان ما تنفضح كان بدها ياكل تذبحها. يعني جابر كمان بري؟ الله يخرب بيتك وبيت اختي. لك يا انجاس انت. وين رايح؟ وين رايح؟ بدي اروح لعند اخواتي واترجاهم، بلكي بيسامحوني. ان شاء الله لا تتركني لحالي انا والاولاد، خذني معك، خليهم يسامحوني انا كمان. يسامحوكي؟ لك تبيك.